السلام عليكم باقين، يعني ما كملناش معكم، نسينا واحد الاشياء غادي نعاودوا ننبهوا ليها غير بالنسبه لتغيير الاطار. تغيير الاطار ف بالنسبه للاقدميه في الدرجه يعني راه تيفقدها تتمشي، تحتفظ فقط بالأقدمية في الرتبة وتحتفظ بالأقدمية في المنصب. انتهى الكلام. بالنسبة ل يعني الأساتذة ديال الابتدائي المكلفين خارج سلكهم أو الإعدادي الذين يريدون يعني تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي، يراجعوا الآن الأمور ديالهم باش تعرفوهم راه قادوا الأمور ديالهم، راه جهزوها، راه داروا الميز أجور ديال لي سيتياسيون أدمينستراتيف، إذا راهم قادوا الأمور ديالهم. تغيير الإطار الأستاذ الباحث، هذيك أستاذ الباحث اللي كل شيء تالف، ما عارفة واش درجة أو إطار، فهي تغييره يعني عنده نفس المسار ديال الأستاذ التعليم العالي مساعد اللي فيه أربعة ديال الدرجات ألف باء دال جيم أ بي سي دي. الآن دخلوا حتى بالنسبة ل يعني الدرجة الثانية اللي كانوا باغين يزبزفوها، الدرجة الأولى الدرجة الممتازة، الدرجة الأولى الدرجة الأولى والثانية غادي يترتبوا في الصنف الألف من أستاذ باحث. لا عنده الدرجة الممتازة، راه كنت قلت لكم أنه ماشي من يعني اللي تيكون قريب باش يدوز الدرجة الممتازة، يعني بالنسبة لي أفضل شيء هو يتسنى حتى يدوز الدرجة الممتازة. إذا هنا خص يكون هذا الطلب بطلب من المعني بالأمر، طلب من المعني بالأمر ماشي يعني يفرض على الجميع. يعني التصور للآن دار أنه خص يكون دار غير الهيئة التدريس، الهيئة الأولى يعني اللي ما فيتش منه يعني قام بهذا مارس المهمة ديال التدريس فهو غير معني، يعني هما تخلصوا من هذا اللي ما عمرو قرا وداز في القسم، يعني فهو مستثنى واخا تكون عنده الدكتوراه. اللي ماشي موظف في قطاع التربية الوطنية يعني غير معني، اللي باقي ما مرسمش الاطر الاكاديميه اللي باقيين ما مرسمينش، غنشوفوا النظام الاساسي كيفاش غادي يدير لهم، لانه هو راه غيدمجهم غيولوا كل شيء موظفين، مساله لا تناقش، لان التوظيف الجهوي العمومي راه تعطى للجهات، والمراسيم القانونيه والنصوص التنظيميه ديالو راه دارت، لانه غيتم تنزيل لا تمركز الاداري اللي غيخرجوا منه التوظيف الجهوي، اللي غتولي الجهات هي اللي تقوم بالتوظيف الجهوي العمومي، ولكن النظام الأساسي غيكون بالمماثلة مع اللي داروه في قطاع الصحة، غير المهام اللي تختلف. أما المسار الوظيفي فهو غادي يكون يعني خارج النظام الأساسي للوظيفة العمومية، منفصل تماما عن الوظيفة العمومية. إذا وبه وجب الإعلام والسلام، متنساوش بارطاج على نطاق واسع، تاع من فائدة، كثروا من الإعجاب لايكات، الدور دائما 120.